تقدم التكنولوجي خلى ان احنا موضوع زراعه الشعر ما بقاش بيتم في الراس بس، بقى بيتم في العلاج الندبات بشكل رئيسي، بمعنى ان الاشخاص اللي عندهم ندبات في وشهم او بيعانوا من ندبات واضحه بالذات في المناطق اللي بينمو فيها الشعر، بقينا بنقدر ان احنا نزرع لهم شعر عن طريق استخدام تقنيه زراعه الشعر بالاقتطاف. ودي تقنيه حديثه جدا، لان احنا بنقدر ان احنا نطلع البصيله بتاعه الشعر بمنتهى البساطه وبنجهزها، وبنقدر ان احنا نفحصها، وبنقدر ان احنا نطمن ان البصيله دي سليمه تماما، وبنقدر ان احنا نزرعها في مناطق اللي فيها الندبات بشكل فعال. المكان التاني اللي هو الدقن، لان كتير قوي من الرجاله بقت بتحرج قوي ان في مناطق محدده في دقنهم ما بيظهرش فيها شعر، وده بنقدر ان احنا نعالجه بشكل كبير جدا عن طريق ان احنا نعيد زراعه الشعر بالاقتطاف في المكان اللي هو بيعاني منه، بمعنى ان احنا بنقدر ناخد الشعر من مؤخره الراس، ودي يمكن اكتر منطقه بيبقى فيها شعر بنسبه كبيره جدا، وبناخد الشعر ده ونعيد وضعه بالشكل اللي احنا عايزينه في منطقة الدقن بالنسبة للرجال. مكان تاني برضو ناس كتير قوي بتعاني منه في زراعة الشعر هو الحواجب عند الستات، بمعنى كان ستات كتير بتبقى عندها مشكلة ان المناطق دي ما فيهاش شعر كفاية، فبالتالي بيبقى شكلها وحش. بقينا بسبب تقدم التكنولوجي واستخدام تقنية زراعة الشعر بالاقتطاف ادى الى ان بنقدر ان احنا نعيد بناء الشعر، تكوين الشعر بالاتجاهات اللي احنا عايزينها في منطقة الحواجب. زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف هي عملية آمنة جدا، لأنها بتتم تحت تأثير مخدر موضعي. احنا هنا بنتعامل مع طبقات الجلد الخارجية فقط، فبالتالي ما بيبقاش لنا أي تأثير تقريبا على أعضائنا الداخلية، وبتتم تقريبا في خلال ساعة ويكون المريض خلص وبيقدر يروح البيت بدون أي مشاكل خالص. يمكن بعدها بيعاني من حبة تورم بسيط قوي ويمارس حياته بشكل طبيعي خلال 24 ساعة من العملية.